يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. نبدا معاك يوم جديد، حلقه جديده السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا في حلقه النهارده، والكلام طبعا هيكون حاضر على مواجهه الاهلي. خلاص 72 ساعه بتفصلنا عن واحده من مواجهتي الحسم. هي يمكن الحسابات معقده في المجموعه دي وكل الاحتمالات قائمه، وعايزكم تبقوا متفائلين ان شاء الله باذن الله. الاهلي قادر جدا جدا جدا، وخصوصا بعد اسبوع قدر فيه نوعا ما الفريق والجهاز الفني ان هم ياخدوا نفسهم بعد فترة طويلة جدا من ضغط الماتشات. مباريات كانت كلها من العار الثقيل، مباريات كانت كلها الحقيقة مع فرق من الفرق الثقيلة، واعتقد انه ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكون في احسن حالاته، سواء في مواجهة المريخ السوداني يوم الجمعة اللي جاية، او حتى في مواجهة الهلال في الاول من ابريل. حتى اللحظة مفيش معلومة رسمية عن تأجيل، بس في ظني وفي تقديري ان المباراة هتتأجل ما بين 24 و48 ساعة. وعلى كل الأحوال هنتابع، وبالتأكيد هنقول لحضراتكم حينما يتم الإعلان عن أمر رسميا في السادسة. خليني أخد حضراتكم لجولتين مهمين جدا النهاردة في دوري أبطال أوروبا، ومعاهم ملاحظة كده هي مش فارق كبير جدا ولكنه فارق مهم في نفس الوقت. النهاردة طبعا عندنا مواجهة نارية بتجمع بين المان يونايتد وبين أتلتيكو مدريد. مباراة في مباراة الذهاب انتهت في مدريد بنتيجة 1-1، وبالتالي النهاردة حظوظ الفرقتين متساوية. بشوف ان الكفتين من ناحية الأسماء ومن ناحية المشوار متكافئة، وبالتالي ده يدل ان هيكون في مواجهة قوية جدا جدا بين أبناء رانجنيك وأبناء طبعا سيميوني. على الناحية الثانية مواجهة برضو منتظرة ومرتقبة بين فرقتين بيلعبوا كرة محترمة جدا. أياكس أمستردام مدرسة كروية يجب أن تقف لها بعين التقدير والاحترام دائما، قادرة دائما على تقديم أهم المواهب. بكلمكم على مجموعة مهمة جدا، منهم أنتوني البرازيلي ومنهم سيباستيان هالر الإيفواري. خدوا بالكم من الاسمين دول تحديدا، هيكونوا نجوم كبار جدا في أهم أندية أوروبا في المواسم القادمة، واحتمال ما نستناش كتير ممكن بداية من الموسم القادم في مواجهة بنفيكا البرتغالي. وبرضو المواجهة الأولى انتهت بالتعادل إيجابي 2-2. النهاردة بنتكلم على تشامبيونز ليج اوروبا في دور ال 16، واحنا لسه في تشامبيونز ليج افريقيا بنلعب في دور المجموعات. يوم الخميس او يوم الجمعه والسبت اللي جايين هتكون الجوله الخامسه في دور المجموعات، يعني لسه ما وصلناش للثمانيه ولا للاربعه ولا للنهائي. وفارق التوقيت ده حقيقي مشكله مرتبط باداره المسابقات. يمكن يكون الفرق مش مهم قوي من وجهه نظرك، لكن عمليه الترحيل والتبديل ده، وخصوصا لما بتكلم على الأندية الأبطال، الأندية اللي بتنافس على اللقب، الأندية اللي زي النادي الأهلي اللي حضراتكم شايفينه بقاله 3 مواسم مش عارف ياخد أجازة، مش عارف يعمل فترة إعداد، مش عارف يفصل بين المواسم، وفي كل ده وكل ده بيدور وبيحصل بنتكلم على إن الموسم الجاي هيبتدي السوبر ليج. قصة وحكاية ورواية، وكأن الحقيقة الاتحاد الأفريقي مش دريان يعني إيه أجندة دولية، ومش دريان بارتباطات المنتخبات، ومش دريان بارتباطات الأندية الأفريقية، وخصوصا الأندية البطلة اللي زي النادي الأهلي كده، اللي لما يكون رايح يشارك في بطولة بحجم كأس العالم للأندية ما يبقاش عنده نص السكواد بتاعته عشان بيشاركوا في بطولة أمم أفريقيا. في نفس الوقت الاتحاد الأفريقي متمسك بإقامة السوبر ليج. على كل الأحوال الفوارق دي بتكشف كمان حقيقة حتى على المستوى المحلي، وانت بتتكلم على الدوريات في أوروبا وهي تقريبا قاربت على الانتهاء، فاضل فيها عدد بسيط جدا من الجولات، والدوري المصري لسه بيبتدي. مشاكل كتيرة جدا 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 تحتاج أكتر من مقدمة حلقة عشان نتكلم فيها، لكن هو ملف جدير بالاهتمام وهنطرحه على حضراتكم بالتفاصيل وبالأرقام في السادس. تعالوا نبدأ حلقتنا النهاردة، والبداية دايما مع أهم الأخبار والعناوين. تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي استعدادا للمريخ السوداني، وكارلوس كيروش يقرر انطلاق معسكر السنغال 21 مارس، صلاح يفوز بجائزة لاعب شهر فبراير من رابطة اللاعبين المحترفين، والليلة قمة نارية بين مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. وده تحديداً واحد من الأسباب اللي بتخليني دايماً أميل لاستمرار صلاح مع ليفربول. صحيح أصبح الأمر مهدد بشكل كبير جدا بعدم نجاح المفاوضات، برشلونة داخل على الخط بشكل قوي جدا، ممكن تكون ورقة ضغط، لكن أنا بشوف أنه صلاح عمل قصة نجاح صعب قوي أي لاعب مصري يكررها في بطولة بحجم وبقوة الدوري الإنجليزي. أنت بتتكلم على أنه صلاح النهاردة بعد 5 مواسم تقريبا قضاهم مع ليفربول بقى مع الهدافين أو في قائمة الهدافين التاريخيين
لبطولة الدوري الإنجليزي. بنتكلم على أسماء كبيرة جدا بقيمة آلان شيرر، أندي كول، فرانك لامبرد، وين روني، وبالتالي فرصته كبيرة جدا كمان إنه إذا استمر بنفس المعدل، هنتكلم على السيزن ده 20 هدف، والأفريج بتاعه في السيزن ما بيقلش عن 20 هدف، يعني قدامه موسمين أو ثلاثة تانيين ممكن يحط نفسه في حتة تانية خالص. والخوف بقى من المخاطرة ده جزء تاني، هي كفتين الحقيقة. وخلينا نسمع رأيكم، يعني أنتوا تفضلوا أكتر إنه صلاح يكمل مع ليفر ويواصل تحطيم أرقام قياسية ويبقى بجد أسطورة من أساطير الكرة في إنجلترا، وبنتكلم على طبعا ليفربول واحد من أهم الأندية على مستوى العالم، ولا مع تحقيق حلم بأن إحنا لأول مرة نشوف لاعب مصري بيلعب في البارسا، والبارسا الحقيقة اسم حتى ولو تراجع مستواه، حتى لو كان بيعاني من كبوة، يظل فريق من أهم الفرق على مستوى العالم. وإيمان واقتناع تشابي المدير الفني بمحمد صلاح يقول لك للدرجة اللي شبهه أو قال فيها إنه صلاح هو الامتداد الطبيعي والامتداد المنطقي لليو ميسي في البارسا، يقول لك إنه برضو بنحلم نشوف لاعب مصري يكون مش بس لاعب في البارسا، يكون نجم فريق برشلونة، دي حتة تانية خالص. بس بين الاتنين في حاجات كتير جدا تخوف، أسماء كتير كانت مكسرة الدنيا، أبرزهم أنطوان جريزمان مثلا مهاجم فرنسا أتلتيكو مدريد، لما كان مكسر الدنيا في الأتلتيكو وراح البارسا ما شفناهوش، ما حسيناش بيه. كوتينيو، فيليبي كوتينيو مثلا نجم البرازيل، ونجم كان نجم أشهر من نار على العالم في إنجلترا، ونجم نجوم في فريق ليفربول، نفس الحكاية نفس القصة. عثمان ديمبلي نجم من نجوم في بروسيا دورتموند وراح البارسا انطفى النجم. فهو الخوف بس من الحتة دي، انه صلاح يرجع يبتدي من نقطه صفر، وبالتالي ما يكونش فيه نفس النجاح نفس المردود. لكن في النهايه حلم، برضو حلم مشروع ليه انه يحقق انجازات مع فريق بحجم البارسا. وعلى كل الاحوال اعتقد انه الايام اللي جايه القريبه جدا هتحسم الامور بشكل واضح. خلينا نروح لتفاصيل اخبارنا، وكان مفترض انه من النهارده تبدا ساعات النادي الاهلي لمباراه المريخ اللي جايه. هي مش مباراه حسم، يعني ده مش معناه طبعا ان احنا مش عايزين نكسب، اكيد طبعا. يعني انا بشوف انه الست نقط اللي جايين مفترض يكونوا في جيبنا، الماتشين بيتلعبوا هنا، مع كامل الاحترام والتقدير يعني الفرقتين المريخ والهلال، الاهلي بشوف انه طبيعي، يعني مش تحيز ولا انتماء للاهلي، لكن طبيعي جدا تتكلم على بطل افريقيا 10 مرات، الحائز على اخر بطولتين من دوري الابطال، فريق ثالث عالم مرتين متتاليتين، سوبر افريقي مرتين متتاليتين، فطبيعي يعني ان انا اقول ان حظوظه اعلى بكتير من المريخ والهلال، وخصوصا ان الماتشين بيتلعبوا هنا. لكن حسابيا الماتش اللي جاي مش مباراه حسم ولا حاجه، الجوله الاخيره هي اللي هتحسم. صحيح ممكن المباراه اللي جايه او الجوله اللي جايه على وجه التحديد تقرب الاهلي كتير جدا من التاهل، لكنها ليست حاسمه على الاطلاق. الحسم يتحدد في مباراه الهلال في بدايات شهر ابريل اللي جاي، 1 2 3، مش عارف الاتحاد الافريقي هيستقر على ايه. ليه بقول لحضرتك كده؟ لانه ان شاء الله باذن الله لو الاهلي كسب الماتش اللي جاي ده والهلال خسر من سان داونز، ده معناه انه الاهلي بنسبه 80% ضمن حظوظه في التاهل، ويكفي فقط التعادل مع الهلال في الجوله الاخيره. لا قدر الله حتى وان تعادل الاهلي، وده سيناريو ما نتمناهوش، لكن انا بكلم رقميا او حسابيا بالورقه والقلم زي ما بيقولوا، حتى لو تعادل الاهلي مع المريخ في المباراه المقبله، ده معناه انه فوز الاهلي على الهلال اصبح ضروره، وبفوز الاهلي على الهلال في الجوله الاخيره يضمن برضو التاهل لدور الثمانيه في بطوله دوري الابطال. عشان كده النهارده مستر موسيماني قرر يدي الفريق راحة من التدريب، اكتفى ببعض يعني التدريبات الاستشفائية كده، ويعني في طبعا هو مقدر تماما حالة المجهود الكبيرة جدا والضغط الكبير اللي تعرضت ليه الفرقة الفترة الأخيرة، فقرر ان هو يزود شوية في فترة الراحة على ان تبدأ بقى الاستعدادات والتدريبات بداية من بكرة ان شاء الله، وهتكون فترة كافية ان شاء الله قبل مواجهة المريخ يوم الجمعة اللي جاي. نروح للمنتخب، وقبل ما اقول لحضراتكم او اكلمكم على طبعا كل الاسماء اللي حضراتكم بتسمعوها عن اختيارات كيروش، هي اسماء في اطار التكهنات او التوقعات او التسريبات انجاز التعبير، لكن القائمه النهائيه هتحسم يوم 19. الراجل هيختار لعيبه من الدوري المصري او اللعيبه المحليه، يعني اللعيبه المحترفه المحليين اللي بيلعبوا في البطولات المصريه،
هيختارهم بشكل نهائي يوم 19، المعسكر يبدا 21، اللي تم الاستقرار عليهم هم قائمه المحترفين وما زالت برضه قائمه مبدئيه. واتمنى الحقيقه يعني انا كنت ناديت بده قبل بطوله كاس امم افريقيا، وشفت انه في واحد من النجوم مش عارف عشان بيلعب في الطرف الثاني من الكوكب فاحنا مش واخدين بالنا مثلا، ولا مش عارف، ولا عشان البطوله مش معروفه، او عشان النادي مش نادي يعني ليه شعبيه وجماهيريه على مستوى العالم. انا بيتهيألي انه الدوري الكندي في اي حال من الاحوال لن يقل عن الدوري المصري، وبالتالي احمد حمدي كنت طالبت قبل كده الحقيقه بنظره، انا ما طلبتش بضمه، طلبت من مستر كيروش وطلبت اكتر من كابتن ضيا وكابتن محمد شوقي انه يقولوا الراجل بص هنا في حد اسمه احمد حمدي، الولد عامل شغل كويس جدا. وانا الحقيقه احمد من ايام كان في الاهلي وبعد كده لما راح الجونه قلت ان الولد ده خامه مبشره جدا، والراجل يعني جرب حظه وخد مغامره كده وراح كندا وعمل شغل هناك كويس جدا، وبقى لاعب من اللاعبين المؤثرين في الفريق بتاعه فريق مونريال، ومن الاسماء اللي دايما بيتم تداولها في اخبار الدوري الكندي. فكان محتاج نظره الحقيقه، لانه اعتقد انه ممكن يكون اضافه في ظل تراجع مستوى عدد كبير جدا من اللاعبين، في ظل حاله الاجهاد، وفي ظل كمان انه ممكن يكون ورقه تصنع فارق، على اقل تقدير نشوفه ويبقى القرار في النهايه لمستر كارلوس كيروش. طبعا المحترفين زي ما قلنا لحضراتكم اللي تم الاستقرار عليهم، صلاح من ليفربول، النني من ارسنال، محمود تريزيجيه من اسطنبول بشاك شهير، مصطفى محمد جلطة سراي، عمر مرموش شتوتجرت، واحمد حسن كوكا ومصطفى فتحي واحمد ياسر ريان، دول مبدئيا. واعتقد انه الاعلان النهائي او القائمه النهائيه اللي هتخش في المعسكر يوم 21 هيتم الاعلان عنها يوم 19 زي ما قلت لحضرتك. كل التوفيق لمنتخبنا، وفي انتظار دور الجمهور. خدوا بالكم انه مباراه القاهره من الممكن انها نتيجتها يعني مش هقول تحسم، يعني كل شيء في كره القدم مفيش حاجه مضمونه طبعا، ومواجهه دكار انا متوقعها صعبه جدا جدا، لكن الميزه الاهم اللي انا اراهن شخصيا عليها واللي اتوقع انها تقدر تعمل فارق كبير جدا في المواجهه الاولى هي الجمهور المصري اللي هيحضر المباراه دي. ال 60,000 اللي تم الاعلان عنهم اللي هيملوا باذن الله ان شاء الله مدرجات استاد القاهره، اتمنى بس انها ما تبقاش مباراه كرنفاليه، يعني اتمنى انه الجمهور ده يبقى جمهور كره بجد. احنا عايزين جمهور ما يروحش يتفرج على المباراه، احنا عايزين جمهور يروح يدي ظهره للملعب ويشجع طول المباراه، عايزين جمهور يرج الاستاد، عايزين جمهور يطلع او يخلي اللاعبين لعيبتنا تطلع افضل ما عندها طول ال 90 دقيقه مده وعمر وزمن المواجهه مع منتخب في منتهى القوه له كل الاحترام، منتخب السنغال اللي بشوفه الحقيقه افضل منتخب افريقي في الفتره الاخيره، ومش بس عشان حقق اللقب الحقيقه، يعني مش بس عشان حقق لقب دوري او بطوله امم افريقيا، ومش بس عشان خسرنا قدامه في النهايه، انت خسرت قدامه بضربات الترجيح، وخسرت قدامه في ظروف استثنائيه مش موجوده المره دي. انت لاعب قبل مباراه السنغال 3 نهائي، لاعب كوت ديفوار، لاعب المغرب، وملاعب الكاميرون صاحب الارض والجمهور، وملاعبهم 4 ماتشات مش 3 ماتشات، ملاعبهم 120 120 120، الظروف دي مش موجوده المره دي. فاللي خلانا نعمل الجيم المحترم ده قدام السنغال في الكاميرون في نهائي دوري بطوله اللي مصمم انها دوري الابطال في بطوله امم افريقيا، يخلينا نعمل جيم ان شاء الله على ارضنا وسط جمهورنا جيم محترم جدا، ويامن لنا بشكل كبير جدا شكل نصدر التوتر للسنغال قبل ما نسافر دكار نلعبهم بعدها ب4 ماتشات. صلاح بقى بما ان احنا كنا بنتكلم على انتقاله للبارسا او لغير البارسا، ما حدش عارف، ممكن يبقى فيه جديد، تشيلسي مهتم جدا، ممكن فريق زي البي اس جي بعد خروجه من دوري الابطال على ايد الريال يفكر يجدد دمائه، والكلام كان كتير جدا الفتره الاخيره على فكره انه ميسي يرحل، ميسي يعود لبرشلونه، نيمار خارج جدران البي اس جي، الجماهير غضبانه، فمن الوارد جدا يبقى في احلال وتجديد، وخصوصا مع اقتراب ايضا رحيل كيليان امبابي لريال مدريد، الامر اللي اصبح في اطار المؤكد بدايه من الموسم اللي جاي، فممكن جدا بي اس جي يفكر في الاستعانه بمحمد صلاح. لكن خلينا نقول انه صلاح كده كده فاز بجائزه اللاعب الافضل او لاعب شهر فبراير
الاخير بتصويت الجماهير اللي بتتقدم طبعا الجائزه دي من رابطه اللاعبين المحترفين في الدوري الانجليزي. 4 مباريات لعبهم صلاح في الدوري الانجليزي خلال فبراير، سجل فيهم 3 اهداف وصنع هدف، واستطاع بعد هدفه في هدفه الاخير في برايتون ركله الجزاء اللي سددها ان يوصل ل 20 هدف يتصدر بيها قائمه هدافي البريمير ليج على حساب اسماء كبيره جدا زي رونالدو وزي جيمي فاردي وزي ساديو ماني وزي هاري كين. وعلى كل الاحوال الحقيقه كمان زي ما بينافس او زي ما متصدر صلاح لقائمه هدافي البريمير ليج، صلاح كمان بينافس الحقيقه بينافس بقوه كمان على لقب هداف بطوله الشامبيونز ليج. صحيح يمكن متاخر شويه في الترتيب، لكن اذا استمر ليفر بنفس القوه وبنفس الاداء وقدر يوصل لبعيد، قادر جدا صلاح بتسجيله 4 اهداف اضافيه انه ينافس طبعا روبرت ليفاندوفسكي المتصدر الحالي لقائمه ترتيب هدافي بطوله الشامبيونز ليج ب 12 هدف. بيجي بعديه واحده من المواهب اللي كلمتكم عليها سيباستيان هالر، طبعا مهاجم كوت ديفوار ومهاجم اياكس امستردام اللي هتتفرجوا عليه النهارده، مهاجم واعد بكل على فكره مهاجم مدرسه اياكس امستردام في اختيار بالذات المهاجمين، هم الحقيقه بارعين جدا في اختيار كل المراكز، يعني هي مدرسه تقول لك ازاي تعرف تختار الموهبه اللي تقدمها بعد كده عشان تبقى من اكبر الاسماء في اوروبا. لكن بص بقى على الاسماء اللي قدمتها او اللي قدمها نادي اياكس على مدار مشواره، مين اللي خرج من النادي ده؟ باتريك كلايفرت خرج من اياكس، ابراهيموفيتش خرج من اياكس، دانيس بيركامب اعتقد كمان خرج من اياكس، لويس سواريز خرج من اياكس، هونتلر خرج من اياكس، فبتتكلم على اسماء. واتوقع كمان انه سيباستيان هالر هيكون واحد من اهم المهاجمين في اوروبا في خلال المواسم القادمه في المركز الثاني برصيد 11 هدف، بعد كده عندنا كريم بنزيما مع محمد صلاح في المركز الثالث مشتركين برصيد 8 اهداف، فعشان كده بقول صلاح كمان قادر يواصل منافسته على لقب هداف اوروبا في بطوله الشامبيونز ليج. فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. Bertone, aí sim, Mário Kempes escapou, Bertone na tabela, sobrou para ele! اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده دانيال بيرتوني، واحد طبعا من اهم الاسماء في الكره الارجنتينيه، والهدف اللي احرزه دلوقتي كان هدف نهائي كاس العالم اللي جمع بين الارجنتين وهولندا سنه 78. هو ضيفنا النهارده في السادسه، شرف كبير لينا استقبال واحد من اهم الاسماء في الكره الارجنتينيه، وكان نجم كبير طبعا في نابولي وفيورنتينا في ايطاليا. بدايه طبعا بشكرك على ظهورك على شاشه الاهلي وعلى مشاركتك معنا في السادسه، واهلا وسهلا بيك. أشكركم على هذه الدعوة وأشعر بالسعادة لأني أتحدث معكم، وأشعر بالسعادة الشديدة لأني أتكلم معكم في بلد أنا أحبها وخصوصا القاهرة. نفس الحب ونفس المشاعر والتقدير الحقيقه من المصريين كلهم للارجنتين، وخصوصا ان احنا الحقيقه يعني جمهور كوره بيعشقوا الحقيقه التانجو الارجنتيني. خليني ابدا معاك باللحظه اللي احنا لسه عارضينها على شاشه النادي الاهلي، اللحظه اللي احرزت فيها هدف في المباراه النهائيه لكاس العالم 78، الكوره اللي اتلعبت بينك وبين كامبس وانتهت بتسجيلك لهدف. هل في مشوارك الكروي كله عشت لحظة ممكن تكون أهم أو أفضل من اللحظة اللي حققت فيها لقب البطولة والهدف اللي سجلته في المباراة النهائية؟ بالنسبة لي هي اللحظة الأهم في مسيرتي، لأن المباراة كانت صعبة حتى الدقائق الأخيرة، وحقيقة الأمر كنا نقاتل في المباراة التي كانت صعبة للغاية، وحتى اللحظة
التي سجلت فيها الهدف. البطولة كانت معلقة بين المنتخبين، وبالنسبة لي كانت هي اللحظة الأهم في مسيرتي، كانت لحظة رائعة للغاية، لأنني استطعت أن أدخل الهدوء والفرحة على الأرجنتينيين بالحصول على البطولة الأولى في كأس العالم. من 78 و86، ورغم امتلاك الأرجنتين لكتائب متتالية وأجيال متتالية من أهم لاعبة الكرة على مستوى العالم، لم تنجح الأرجنتين في تحقيق اللقب. من وجهة نظرك إيه السبب؟ وإزاي بتشوف فرص الأرجنتين في النسخة اللي جاية من كأس العالم 2022؟ حسناً، الأرجنتين تمتلك أجيال رائعة ولاعبين كبار على مدار تاريخها، ولكن في نفس اللحظة رأينا أننا في مونديال روسيا خرجنا من الدور الأول. الأمر يتعلق بالجوانب النفسية أيضا، لا يتعلق فقط بكتيبة اللاعبين التي نمتلكها، الأمر يتعلق بالجانب النفسي بالنسبة للاعبين أيضا. الآن نحن نمتلك لاعبين كثر يلعبون في دوري الأبطال وفي الدوري الأوروبي، وأعتقد أن هذا الأمر قد يساعد المنتخب في مونديال قطر على تقديم نتائج أفضل من النتائج التي حققناها في النسخ السابقة. أعتقد أننا سنستعد للمونديال القطري بشكل جيد. نجاح الأرجنتين في تحقيق لقب كوبا أمريكا، هل تعتبره تمهيد لقدرة المنتخب الأرجنتيني على المنافسة في النسخة اللي جاية من كأس العالم؟ لا أعتقد أن الأمر له علاقة، هو أعتقد أن الفوز ببطولة عليك أن تبذل المجهود المضاعف لكي تفوز ببطولة مثل كأس العالم. الفوز بلقب بطولة كوبا أمريكا مهم للغاية، أتفق معك، ولكن لكي تفوز بلقب بطولة كأس العالم عليك أن تستعد بشكل جيد، لأنك في بطولة كوبا أمريكا تقابل منتخبات داخل القارة، ولكنك في بطولة مثل كأس العالم تقابل منتخبات كبرى تستعد مثلك للبطولة. ولهذا أعتقد أن نعم الفوز ببطولة كوبا أمريكا قد يساعد، ولكنه ليس كل شيء. عليك أن تستعد جيدا، أن تبذل المجهود، عليك أن تخوض البطولة مباراة بمباراة وتستعد لها بشكل جيد. ولكني أرى أيضا أن هناك منتخبات أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا والبرتغال، أعتقد أن هناك منتخبات أخرى ستنافس الأرجنتين على الفوز. سؤالي اللي جاي عن ميسي، طبعا واحد من أهم الأسماء في الكرة الأرجنتينية على مدار تاريخها كله، في أوقات كتيرة جدا الناس بتروح لمقارنات بينه وبين دييجو أرماندو مارادونا، لكن السؤال هنا، هل بتشوف أنه المردود أو المستوى اللي بيظهر بيه ميسي مع بي إس جي يؤهله مش لقيادة المنتخب الأرجنتيني، للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة مهمة بحجم بطولة كأس العالم؟ بالنسبة لنا كأرجنتينيين نتحدث عن ميسي، نعم نحن كأرجنتينيين نرى أن ميسي لا يقدم نفس الأداء الذي كان يقدمه مع برشلونة، حاليا مع باريس سان جيرمان. أعتقد أن الفترة التي قضاها مع باريس سان جيرمان ليست كبيرة، وأعتقد أنه لم يتأقلم بعد على الأجواء في الكرة الفرنسية، ولكني أعتقد أن ميسي بالسرعة التي يمتلكها وبالخبرة التي يمتلكها أعتقد أنه يستطيع أن يقود المنتخب الأرجنتيني في المونديال المقبل. أعتقد أن ميسي سيكون لديه الفرصة. مارادونا كان قائد كبير في داخل الملعب، أعتقد أن ميسي ليس كذلك، أعتقد أن ميسي ليس بنفس الكاريزما التي يمتلكها مارادونا. نعم هما لاعبان كبار،
ولكني اعتقد هاجي للكلام ولكن على مارادونا وعلى ميسي، بس اقفل النقطه دي معاك. البعض قال بعد يعني بعد تراجع المستوى ميسي مع بي اس جي انه لن يستمر في فرنسا او في باريس على وجه التحديد، وانه في احتماليه لعودته مره تانية لبرشلونه، وفي وجهه نظر بتقول انه الموسم ده كان موسم تاقلم مع الوضع في فرنسا، وبالتالي الموسم القادم هيكون افضل لميسي مع البي اس جي. انت مع اي وجهه نظر فيهم، مع بقائه واستمراره في بي اس جي او مع عودته مره تانية لبرشلونه؟ إذا كان هناك فلسفة لنرى بها الأمور، أو إذا كان لي الفرصة لكي أدلي برأيي، أعتقد أنه من الصعب أن يعود لبرشلونة مرة أخرى. أعتقد أن الفرصة بالنسبة لميسي صعبة لكي يعود إلى برشلونة مرة أخرى، والأفضل له أن أو يستمر مع باريس سان جيرمان، أو من الممكن أن ينتقل إلى دوريات أخرى مثل نجوم آخرين كما فعلوا في انتقلوا للدوري الأمريكي في الولايات المتحدة مثلا على سبيل المثال. أعتقد أن ميسي بالنسبة لي أعتقد أن عودته أعتقد أنه لن يعود إلى برشلونة مرة أخرى مع العقلية التي يمتلكها تشابي والاعتماد على اللاعبين الشباب والفرصة التي يعطيها للاعبين الصغار. أعتقد أنه لن تكون له فرصة كبيرة في برشلونة إذا قرر العودة مرة أخرى. لا، أعتقد أنه من الأفضل له أن أو ما يستمر مع باريس سان جيرمان أو ينتقل إلى دوري آخر مثل الدوري الأمريكي. بمناسبة كلامك عن برشلونة، يهمني برضو أسمع رأيك في تعليق أو تصريح تشابي المدير الفني لبرشلونة بأنه محمد صلاح طبعا النجم المصري ونجم ليفربول الحالي هو الامتداد الطبيعي لميسي في برشلونة، ومع الأخذ في الاعتبار ان كتير من الآراء بتقول انه الفترة اللي سيطر فيها كريستيانو رونالدو وميسي على لقب الأفضل على مستوى العالم انتهت، بتشوف ازاي مستقبل محمد صلاح وفرصته في الحصول على لقب الأفضل؟ رأيت محمد صلاح يلعب في فيورنتينا، وكان بالنسبة لجماهير فيورنتينا هو اللاعب المعشوق بالنسبة لجماهير فيورنتينا، وهذا الأمر كرره مع فريق روما أيضا. أعتقد أن صلاح قدم الكثير بالنسبة في مسيرته، أعتقد أنه قدم الكثير حتى الآن، والذي يستحق أن يكون عليه من ضمن الأفضل لاعبين في العالم هو حاليا ينافس مبابي على أفضل لقب لاعب في العالم. لا أعلم إذا كان بالنسبة لي يمتلك الشخصية القيادية أو أنه سيستمر مع ليفربول أم لا، ولكني أعتقد على المستوى الشخصي إن سألتني عن مستوى صلاح أعتقد أنه يمتلك نفس المستوى لمبابي وسينافس على لقب الأفضل في العالم. دانيال بيرتوني، أنت واحد طبعا من النجوم الكبار في الكرة الأرجنتينية، وكنت يعني زميل للاسطوره مش بس الارجنتينيه العالميه طبعا دييجو ارماندو مارادونا، فبالتاكيد حكمك ورايك يهمنا. المقارنه الدائمه والسؤال الابدي والازلي، مين الافضل من وجهه نظرك، دييجو ارماندو مارادونا ولا ليو ميسي؟ بالنسبة لي تاريخ كرة القدم يكتب مع اثنين من اللاعبين الكبار ميسي ومارادونا، هما قدما الكثير للكرة العالمية وللكرة الأرجنتينية على المستوى الأخص. أعتقد أن كل منهما
أعتقد أن مارادونا كان الأفضل في فترته وكان يقاتل من أجل المنتخب الأرجنتيني. في حقبة مارادونا كان هناك بلاتيني وكان هناك لاعبين كبار في فترة مارادونا. لا يوجد أفضل لاعب في العالم، ولكن هناك أفضل لاعب في فترته. مارادونا كان الأفضل في فترته، وميسي حاليا هو الأفضل في فترته. دانيال بيرتوني نجم المنتخب الأرجنتيني وبطل كأس العالم، وطبعا نجم السابق في نابولي وفيورنتينا، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة، وهقولها نيابة عنك إحساسي إنه مارادونا، واللي شاف مارادونا صعب الحقيقة يستقبل أو يقتنع بأي موهبة تانية. مارادونا الحقيقة كان موهبة فذة، مش هقول إنها صعب إنها تتكرر، لأن إحنا شفنا نجوم كتير قوي، شفنا نجوم قدموا كل حاجة في الكورة، شفنا بلاتيني، شفنا رومينيجي، شفنا لوثر ماتيس، شفنا باجيو، شفنا رونالدينيو، شفنا زيدان، شفنا إريك كانتونا، كلهم نجوم عظام ونجوم كبار وإمكانيات حدث ولا حرج نتكلم عليها ساعات طويلة جدا. وفي العصر اللي احنا عايشين فيه بنشوف طبعا نجوم زي إنيستا وزي ميسي وزي رونالدو وغيرهم وغيرهم، بس مارادونا أنا ما اتفرجتش على بيليه بصراحة، يعني بيليه كان بيتقال عليه إنه برضه أسطورة، لكن مارادونا برضه ما زال في حتة تانية. يمكن الأجيال الجديدة عشان ما اتفرجتش أو ما شافتش فما تعرفش قيمة الجوهرة الأرجنتينية مارادونا، وحقها إنها اتولدت في عصر جديد فتبقى متحيزة للدون رونالدو أو لليو ميسي، ده من حقهم، لكن يظل الحقيقة مارادونا في حتة تانية خالص. خلينا نروح لفاصل، نرجع نستقبل بعد الفاصل نجمنا النهاردة السادسة كابتن أحمد عادل، وندردش معاه شويتين على مواجهة المريخ اللي جاية، وناخد رأيه برضو ميسي ولا مارادونا. لا، خمس مهاجمين في دوري الأبطال، والاكتساح للأندية المصرية طبعا في المقدمة تاو وشريف من الأهلي، بعد كده بن شرقي وزيزو من الزمالك، وبعد كده بيتر شاولايل نجم طبعا سان داونز الجنوب افريقي. خلينا نتكلم اكتر على دوري الابطال ونتكلم على المباراه اللي جايه مع المريخ، بس بدايه طبعا لازم نرحب بضيفنا ونجمنا النهارده كابتن احمد عادل. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير استاذ احمد، ومن ضمن الحلقات اللي بستمتع بيها جدا وانا بسعد بيك دايما في السادسه وعلى شاشه الاهلي. ايه رايك في الخمسه الاوائل؟ اكيد حاجه مشرفه، حاجه مشرفه للكره المصريه، ويكون في من اول اربعه في التصنيف، واولهم طبعا بيرس تاو والشريف، دي حاجه طبعا مميزه جدا للنادي الاهلي، وقد ايه مدى رؤيه المجلس اداره النادي الاهلي في استقطاب اللعيبه، وعلى اولهم طبعا بيرسي تاو، قلنا من الصفقات المميزه جدا اللي بتادي اداء جيد جدا مع النادي الاهلي. طبعا انا بشوف ان دي مكافاه برده لشريف، مكافاه لشريف ان هو خد بالك برضو على اداءه ومستواه، يعني مع كامل التقدير طبعا والاحترام لشريف، بس يعني وهو من المهاجمين الواعدين وفرض نفسه بصراحه بقوه، لكن دي قيمه الاهلي برضو، لانه طبعا شريف جالك من موسمين، صح؟ من موسمين تقريبا، ده ثالث موسم ليه، قيمته ارتفعت بشكل كبير جدا من وجوده داخل النادي الاهلي ومشاركاته والقابه اللي حققها مع النادي الاهلي. اكيد دايما لما بنتكلم على النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي ومدى رؤيه الانديه الخارجيه على الصفقات اللي بتبقى داخل النادي الاهلي او على لعيبه النادي الاهلي، عشان كده زي ما بنقول دايما سهل عليك ان انت تحترف بره من النادي الاهلي غير اي نادي تاني. يمكن ده اللي مر على اكتر من لعيب، كان من الظواهر السلبيه ان انت ترحل عن النادي الاهلي. انت حتى لو بتفكر في احتراف، بوابه النادي الاهلي اسهل بكتير جدا في عامل الاحتراف او عامل تصنيفك انت كلعيب على مستوى افريقيا او على مستوى العالم. النادي الاهلي بيلعب كاس عالم الانديه، بيشارك في كل البطولات، دايما اسم النادي الاهلي هو متردد عالميا وتصنيفه عالميا، ده بيفرق مع اللعيب اللي داخل النادي الاهلي. عشان كده زي ما بنقول دايما تيشيرت النادي الاهلي او اللعيب اللي داخل النادي الاهلي ذو قيمه عاليه طبعا، واكيد الهدف داخل النادي الاهلي او لما انت بتحرز اهداف داخل النادي الاهلي غير اي نادي تاني، ده بيسمع بره، وبالدليل ان انت عندك من اول اثنين في افريقيا بيرسي تاو ومحمد شريف، فدي حاجه مشرفه ليهم ومشرفه النادي الاهلي. لا، وقيمتك كمان يعني مش بس شريف، انت حدث ولا حرج، يعني عدد العقود او اللاعبين اللي بيجي لهم عروض احتراف في الاهلي كبيره جدا. وشوف مثلا لاعب زي ديانج جه الاهلي في صفقه تقريبا يعني اعتقد انها مليون او مليون ونص مليون دولار، انت بتتكلم النهارده على رقم اضعاف يعني. فبالتالي انا عايز اذكر حضرتك برضه بايفونا، ايفونا انت جبته بكام؟ طبعا وكل الناس كانت بتقول انت ايفونا جبته برقم كبير جدا، حوالي 40 مليون جنيه او حاجه. انت خدت فيه 80 مليون،
فهنا عامل برضو حتى النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك الانديه الخارجيه هتبص على النادي الاهلي ازاي، هتبص على اداء اللعيب ازاي، زي ما بقول لحضرتك على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم النادي الاهلي كتاب مفتوح كل الناس بتتابعه، ودي طب. دي حاجه مشرفه اكيد ليهم. وغير كده كمان طبعا العقليه، فكره انك انت تبني العقليه الاحترافيه اللي ممكن جدا تتاقلم، يعني بعتقد النادي الاهلي كمنظومه وكنظام الاقرب للانديه الاوروبيه، وبالتالي ما بيبقاش فيه الفجوه الكبيره جدا بين لما تطلع بره من الاهلي غير لما تطلع بره من نادي تاني من ناحيه التعامل والتاقلم والانسجام مع العقليات الاوروبيه او العقليه الاحترافيه بشكل كبير. ده راجع برضو لان انا عشت داخل النادي الاهلي وعارف السياسه اللي داخل النادي الاهلي، هو ما بيبصش لاي نادي تاني او ما بيبصش لنتائج اي نادي تاني، ما بيبصش لاي سياسه تانية، هو باصص على مستقبله، باصص هو رايح فين، هو معروف وعايز ايه على كل مجالس اداره النادي الاهلي، ده ما يميز ان هو محافظ على صحيح. مبادئ النادي وعلى قيم النادي، سواء لعيب حتى لو احسن لعيب في الفرقه هو زيه زي اي واحد في الفرقه. عشان كده هنا لما بنتكلم المصلحه العامه مصلحه الفريق مصلحه النادي، عشان كده هتلاقي كل اللعيبه ماشيين في نفس الاتجاه، وهو دي سياسه النادي الاهلي اللي بينفذها مجلس الاداره اكيد. وانا ما احترفتش بره، بس يعني انا على ثقه تامه انه حتى في الدول المتقدمه، شحن بيقول الدوريات الخمسه الكبرى، الدوري الالماني، الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الاسباني، الدوري الفرنسي، دول الخمسه الكبار 80% من الانديه دي على الاقل، مش بشكل دقيق يعني، بس 80% على الاقل من الانديه دي كمنظومه وكامكانيات وكبنيه تحتيه وكبادجت حتى ممكن يكونوا بلون تحت النادي الاهلي، والنادي الاهلي اكبر من انديه في انجلترا وفي المانيا وفي فرنسا، والكلام ده ما فيهوش اي مبالغه ومش تحيز ابدا على اطلاق النادي الاهلي. يمكن كتير من اللعيبه اللي احترفت في بداياتها في انديه صغيره عارفه ده كويس جدا وشافت ده كويس جدا اكيد، عشان ماشيين على نفس النهج ونفس النظام اللي هو النظام والالتزام وتحقيق البطوله. وما يميز النادي الاهلي برضو زي الانديه اللي بره ان انت قافل الصفحات حتى لما بيحرز بطوله، خلاص دي بطوله وانتهت وبيفكر في البطوله اللي بعدها. عشان كده هنا البطولات اللي داخل دولاب النادي الاهلي هي كبيره جدا، لان دي السياسه اللي موجوده داخل النادي الاهلي. صحيح. وده باين في اكتر من مباراه واكتر من بطوله، حتى لما لا قدر الله الاهلي بيتعرض لخساره هتلاقيه بيقفل الصفحه وبيفكر في اللي بعده، في اللي بعده او في المباراه اللي بعدها او في البطوله اللي بعدها، فده ما يميز السياسه اللي داخل اداره النادي الاهلي. صحيح. انت اول كاس عالم اتفرجت عليه كان ايه؟ نسخه ايه؟ اول كاس عالم ابتديت بقى تحب الكوره وتقعد لماتشات كاس العالم؟ ده 84 86 ده ما عداش عليك اساسا، ما يعني شفتش مارادونا بس لحقته ايه 94 مثلا 90 شفت 90 شفت يبقى شفت مارادونا، مارادونا لعب 90 ووصل بالارجنتين نهائي طبعا. ميسي ولا كان معانا نجم ارجنتين في 78 دانيال بيرتوني كان ضيفنا في السادسه قبل ما تشرفنا على الهواء على طول، فكنت بساله او ختمت معاه يعني كلامي بسؤال من وجهه نظره بما انه لعب جنب مارادونا مشوار طويل يعني زميل ملاعب زي ما بتقولوا، وميسي شافه من البدايه لغايه دلوقتي، فسالته ميسي ولا مارادونا، هو جاوب اجابه دبلوماسيه بس حسيت من كلامه اكتر انه مارادونا. لا مارادونا طبعا. هو هنا ممكن حتى لو بتاخد رايي انا هقول لك ميسي، يعني أنا ميسي. عشت ميسي واتفرجت عليه وحتى لعبت قصاده، فانا اقول ميسي لان انا ما عشتش مارادونا، بس مارادونا على سمعي او على انا بخش بتفرج عليه حاجه جباره، فممكن على فتره مارادونا كنت هتقول ان مفيش حد تاني هيجي زي مارادونا، ففتره ميسي برده مش هتقول ان في حد هيجي زي ميسي. بص هو الموضوع طبعا نسبي جدا جدا، وحسب انت بتشوف الموهبه او يعني الزاويه اللي بتقدر بيها وبتقيس حجم الموهبه ازاي. اذا كنت بتقيسها بفكره الفعاليه انه مفيد لفرقته قد ايه، بيجيب اجوال قد ايه، بيعمل اسيستات قد ايه، ده مقياس. لكن اذا كنت بتقيسها على امكانيات ومتعه ومهاره وانه اللعيب ده بصرف النظر عن نتيجه الماتش كام ولا بيجيب بطوله ولا بيجيبش، بس اللعيب ده امكانياته ايه ولما الكره بتوصل له انت بتستمتع ازاي، برضو دي حته تانية خالص مختلفه. فعشان كده الموضوع نسبي يعني. هي هنا قيمتك انت كلعيب ان انت بتعمل العكس المتوقع. ايوه عكس المتوقع خالص، قيمتك انت كلعيب مدى تاثرك او ان انت تبقى ملهم للمجموعه اللي حوالين منك او حتى في حياتك. فهنا لقب، انا زي ما بقول لقب اسطوره ما بيطلقش على اي لعيب. اللعيب زي ما بنتكلم عن محمد صلاح دلوقتي اسطوره بمعنى الكلمه، ان هو ملهم لكل الشعب المصري ولكل اوروبا وكل العالم. ف
فهنا قيمتك انت كلاعب. يعني انا بشوف المقارنه هتبقى ظالمه بين مارادونا وميسي، بس انا عشان عشت مع ميسي يعني كتير واتفرجت عليه فممكن اميل ناحيه ميسي شويه. ف بس ظلمت والله انك ما لحقتش مارادونا. السن بقى. في ناس على فكره اقدم شويه تقول لك بيليه مثلا، يعني في ناس تقول لك بيليه ده ما جاش قبله ولا بعده ولا زيه ولا هيجي. يعني خلي بالك هي برضه بتبقى يعني وجهات نظر. يعني في لعيبه مثلا دلوقتي يقول لك ميال للمهاره، ميال للمهاره اكتر. انا بشوف كريستيانو رونالدو برضه في حته ثانيه خالص. يعني انا كريستيانو رونالدو بالنسبه لي لاعب لا يتمتع باي نوع من المهاره خالص، يعني ما عندوش اي موهبه ربانيه، بس اشتغل على نفسه. اشتغل على نفسه يعني طور من نفسه فعلا. واشتغل على نفسه وهو بدني طبعا يعني في حته تانية خالص، يعني بيشتغل على نفسه في الفتنس وفي الـ وفي الـ لا انت شوف مدى الطموح والحافز اللي داخل كريستيانو، ان هو بتشوف اخر مباراه بيحرز 3 اهداف بيكسب فرقته قصاد توتنهام طبعا، فكله يقول لك خلاص كريستيانو كده خلص او مش قادر او لا خلاص او بياخد الرقم ده ليه. ده تاني هاتريك بعد 14 سنه من اول هاتريك حطه في الدوري الانجليزي. لا هو ارقام انا زي ما بقول لحضرتك بتكلم على هاتريك وهو 23 سنه مع مانشستر يونايتد، وهاتريك وهو 37 سنه مع مانشستر يونايتد. يعني برضه كتير قوي، كتير جدا. اللي زيه بطل من زمان وقعد يعني طبعا. لا هنا برضه العقليه، يعني المنتاليتي بتاع اللعيب هو بيفكر ازاي، هو عايز ايه. يعني العقليه والمنتاليتي يقول لك خلاص ده معاه فلوس قد ايه، او مش محتاج للكوره، او 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 عنده بيزنس. يعني كريستيانو عنده بيزنس كبير جدا، ميسي عنده بيزنس بتاعه بره، صلاح عنده بيزنس بتاعه بره، بس العقليه والمنتاليتي والدماغ هي هنا قيمتك انت كنجم وكطموحك بلا حدود. يعني بلا حدود كله قال خلاص كريستيانو هيرجع هيبطل في مانشستر، لكن بتشوف ان هو بيرجع وبيأدي بالصوره دي وبيقدر يكسب فرقته وبيبقى المميز ويسجل هاتريك في فريق كبير زي توتنهام. فلا ايه العقليه دي وايه الدماغ دي والله انت خدتني لنقطه مهمه جدا، بس انا عايز اقفل معاك الحته دي عشان دايما ده السؤال اللي ما تقدرش تاخد عليه اجماع. يعني لما تكلمني على مثلا موهبه زي زيدان، زين الدين زيدان طبعًا. او زيدان بتاعنا، زيدان بتاعنا انا بشوفه فلتة الحقيقه طبعا. يعني واحد، وكنت بشوف انه يعني واحد من الاسماء اللي لازم كانت تعدي محمد صلاح طبعا، يعني بجد. بس يعني هو عمل مشوار كويس محترم برده، مش وكان نجم في المانيا ومع ماينز ومع بروسيا دورتموند ومع يورجن كلوب، بشهادة كلوب ان هو كان لعيب مهم. بس انا بشوفه برده من الاسماء المهمه في الكره المصريه. لكن بتكلم على زيدان الجزائري الاصل الفرنسي للجنسيه، كلامك على موهبه زي رونالدينيو البرازيلي طبعا، كلامك على رونالدو الكبير البرازيلي، اللعيبه اللي تحس انه بصمه ملوش زي، ما جاش زي، كل واحد ليه ستايله اللي ما تعرفش. هم دول اللعيبه دايما اللي من وجهه نظري بيبقوا يعني في دايما المنافسه على الافضل. يعني لا هنا الـ 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 انا بشوف من وجهه نظري انت هتقعد كام سنه على نفس المستوى. ايوه انت هتقعد كام سنه تحقق الكره الذهبيه. متفق معاك. انت عشان كده هنا انا بقول ان ميسي وكريستيانو في حته ثانيه خالص. ايوه يعني في حته ثانيه خالص. انا عدى كتير يعني بيكهام، في ناس كتير قوي، زيدان، رونالدينيو، رونالدو الظاهره، يعني في لعيبه كتيره جدا، بس هتلاقي قعدت 5-6 سنين. لكن انت بتتكلم في كريستيانو وميسي، هم بقى لهم حوالي 16 او 17 سنه هم متربعين على عرش الكره في العالم. يعني لما بنشوف الجوائز الاخيره، دخل معاهم ليفاندوسكي في الاخر وخدها، وقبلهم مودريتش، لكن هم هتلاقيهم على 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 الكرسي على طول، على الكرسي احسن لاعب في العالم. فانت بتتكلم في كريستيانو وميسي، عشان كده هنا قيمتك انت كلاعب على مدى السنين اللي انت بتلعبها. انت حققت ايه مع النادي؟ حققت ايه التحقيق الشخصي بتاعك او الطموح الشخصي بتاعك؟ حققت ميسي بيحقق الكره الذهبيه الستة او السبعه باين. فانا زي ما بقول لحضرتك السبعه دي مش محسوبه، مش السبعه دي كانت كده يعني كده بالحب، غمضنا عينينا كده ومشيناها، بس هي كانت بالحب يعني. هي كانت تستاهلها صلاح. صلاح او ليفاندوفسكي. يعني لو كانت راحت لليفاندوفسكي الواحد كانش هيزعل بصراحه. او حتى لو قلت مثلا ايه جورجينيو، او راجل يعني كسبان يورو 20 مع ايطاليا وكسبان دوري ابطال مع تشيلسي، عارف بقى امريكا اللي فرقت معاه تبلعها. لكن طبعا عشان كده بقول هنا النجوميه او قيمتك انت كلاعب او مدى تحقيقك لاهدافك وطموحاتك بيقعد كام سنه. ايوه انت بتتكلم في كريستيانو وميسي بقى لهم 16 سنه بنفس الاداء بنفس المستوى بنفس الانجازات حتى مع الانديه او سواء مع منتخباتهم. فده هنا حاجه يعني
حاجه تاريخ ليهم واكيد بيسطر التاريخ. وزي ما بنتكلم دلوقتي هتقول لك ميسي او كريستيانو ما حدش هيجي بعد كده، لا صلاح طلع برده في نفس الوقت، وانا بشوف ان صلاح عداهم يعني اكيد. نتمنى يبقى عندنا 10 صلاح. واللي قاله كابتن احمد عادل دلوقتي بياكد على الواحد يعني دبح صوته. انا يعني في ظل احنا في مصر هنا ما بنصرفش قليل على الكوره وعلى ارقام العقود وعلى وبنحاول، وفي انديه واهمها طبعا في مقدمتها الاهلي بيحاولوا يبقوا محترفين بشكل كبير جدا في اداره المنظومه. انا بشوف انه في مصر على مدار اجيال كتيره جدا جت لعيبه كانت تستحق تلعب. مش احنا النهارده بنقول صلاح والانفيلد والليفر ورايح البارسا والانديه بتتخانق عليه. انا بشوف انه في مصر في اجيال كتيره جدا جت كانت تستحق تبقى في المكان اللي فيها محمد صلاح. بس الكلام اللي بيقوله كابتن احمد عادل، العقليه اللي تقدر تخلق الحافز وتحافظ دايما على المستوى، مش مهم تبقى لعيب كويس، المهم تبقى لعيب كويس قد ايه، هو ده اللي بيصنع الفارق. لو اشتغلنا على والاجيال اللي طالعه عندها طموح يا كابتن احمد، يعني لو اشتغلنا في الانديه حتى على انه يبقى في محاضرات تعليم لغات، ان يبقى في محاضرات تنميه بشريه، ان يبقى في محاضرات طب نفسي، ازاي تتعامل مع المواقف، يعني الحاجات المهارات دي مطلوبه جدا عشان تبقى ناجح بره، مش بس تبقى لعيب كوره كويس. لا انا زي ما بقول لحضرتك، هي الموهبه مش كفايه، الموهبه مش كفايه زي ما حضرتك قلت، ان كان في مواهب كتير جدا بس ما طلعتش او ما تقدمتش او ما فضلتش بنفس المستوى على مدار سنين. لكن زي ما بقول لك، صلاح اشتغل على دماغه كويس، صلاح ده اللي فرق معاه بشكل كبير جدا من هو في سويسرا في بازل. أي. اشتغل هو عايز ايه، اشتغل يعني هتشوف مستوى صلاح وهو في المقاولين وبعد كده لما راح بازل، وهتشوف مستواه لما راح تشيلسي. بعد وقت تشيلسي كان ممكن زي اي حد يرجع مصر تاني او يقول لك لا انا خلاص كده تمام عملت اللي عليا، لكن دور على دوري ان هو يروح هيتالق فيه. وميزه صلاح في الانديه اللي انتقل فيها، هو زي ما بقول لحضرتك، هو راح على فرقه تتناسب مع طريقه لعبه هو. يعني حته الكونتر اتاك، حته السرعه، بعكس ما فرقه بتهاجم على طول 90 دقيقه وطول الوقت، فهيبقى في مساحات ضيقه. هو دي مثلا من الحاجات اللي بنتكلم فيها اتطورت جدا عن صلاح فعلا. يعني صلاح السنه دي الموسم ده تحديدا غير صلاح المواسم الاربعه في الضيقات. يعني صلاح دايما كنا معتمدين عليه في السرعات، كونتر اتاك وسرعه وبتاع واللمسه الاخيره بيفنش كويس فعلا. لكن النهارده بيبقى حواليه 4-5 مدافعين تقال وبيرقص وبيلم وبيعمل، دي ما كناش بنشوفها عنده في فعلا. انا زي ما بقول لحضرتك، هو طور من نفسه، اشتغل على نفسه كويس، ودي اللي فرقت معاه بشكل كبير جدا. عشان كده كنت بتمنى ان انا من فتره وكلمت في الموضوع دوت، ان يبقى في خطه ان احنا نطلع 10 محمد صلاح 15 محمد صلاح، ودي اللي كان شغال عليها ست الوزير. أيوة. فاتمنى ان التجربه تتفعل، ان حتى انا لما طلعت كلمت قبل كده اتكلمت على صلاح ان هو لازم يكتب زي مذكرات ليه. مين من الاسماء اللي موجوده دلوقتي شايف انها ممكن تكرر تجربه صلاح؟ هي محتاجه لعيب صغير، ما هي يعني لازم يبقى صغير. محتاجه لعيب بتتكلم على برضو انت مشوار صلاح النهارده بتتكلم في تقريبا 10 سنين. صلاح 29 سنه يعني من 19 20 سنه هو بدا يطلع. بازل اعتقد موسمين، بعد كده تشيلسي موسم، بعد كده فيورنتينا، بعد كده روما، بعد كده موسم خامس مع ليفر. فبقاله يعني راجل قطع مشوار عنيف فعلا يعني. وانت بتتكلم في 29 سنه لسه صغير، يعني لسه قدامه على الاقل اربع خمس. دي مرحله النضج في الكوره، وانت داخل على 30 سنه النضج، بعد ال 30 كمان بسنتين او ثلاث سنين، فربنا يديله الصحه يعني ويبعد عنه الاصابات. مين شايف عنده الامكانيه انه مش لازم يبقى يعني ذا ايجيبشن كينج زي ما بيقولوا، بس اقصد اقول مبشر امكانياته تسمح له يلعب في نادي كبير في اوروبا من الجيل الحالي؟ مصري طبعا. ممكن بشوف ابراهيم عادل من بيراميدز، واللي كنت بشوف قبل كده ان هو كويس جدا بس يعني الاصابه، محمد محمود كان من اللعيبه الصغيره اللي كانت جايه وبتأدي كويس، بس الاصابات هي اللي بعدته. لكن ممكن حته الاحتراف شويه للعيبه، بص بره على المنتخب ادى بنسبه كام في الميه مع منتخب مصر، فهي دي ممكن تبقى عائق شويه بالنسبه لبعض اللعيبه. لكن لا في لعيبه عبد القادر وفتوح. عبد القادر انا لسه كنت هقول لحضرتك، عبد القادر اللي انا كنت اتمناه حتى من بعد سموحه، كنت اتمنى ان ممكن بوابه الاهلي ان هي تبقى الاحتراف لعبد القادر. ايوه لان هو بيقدم شويه.
ويستوي شويه برضو، يعني محتاج يشتغل على نفسه هو طبعا. لا محتاج جداً. يلعب في فريق بطوله زي النادي الاهلي اللي حط تحت ضغط البطوله، ضغط الجماهير لان انت عارف كل الانديه في مصر حته ما فيش جماهير، لكن بعكس النادي الاهلي ان انت بتلعب تحت ضغط جماهيري وبتأدي بنفس الاداء دوت واداء مميز. وعبد القادر ما شاء الله ثابت على مستواه، ده اللي انا بتكلم حضرتك فيه ان دايما لازم مستواك يبقى ثابت. 10 15 ماتش ممكن ادائك ينزل المباراه لكن بيطلع كيرف تاني، فده هنا اللي بيأثر عليك انت كلاعب وعلى قيمتك او مدى ادائك مع الفريق. طيب ننقل بقى على الماتش المهم. الاول هاخد رايك في ماتشات النهارده بسرعه كده، تشامبيونز ليج مانشستر يونايتد اتلتيكو مدريد، مين كفته ارجح من وجهه نظرك؟ بشوف اتلتيكو برغم المكسب بتاع مانشستر في الدوري اخر راجل، اتلتيكو في المباراه الكبيره مع سيميوني بيأدي بتكتيك عالي جدا، بيقدر يلعب الفرق الكبيره. وبنفيكا واياكس امستردام؟ لا اياكس. مين اقرب للبطوله بشكل عام؟ اقرب للبطوله بشوف ريال مدريد. لا يا راجل. انت بقى ما شكلك ملكي. انا مش مدريدي بس انا برشلونه. برشلونه بس بعد يعني رحيل ميسي استبعدت السيتي واستبعدت بايرن ميونخ واستبعدت ليفربول وشايف انه ريال اقرب. الريال نفسه طويل يعني نفسه طويل مع السيتي يعني ممكن مع السيتي. صوت عالي بعد ما كسبوا بي اس جي، صوتهم ما كانش طالع بعد الماتش الاولاني. ما حدش كان متوقع ما حدش كان متوقع خالص. بس انشيلوتي بيعرف يكسب، يعني بيعرف يكسب ازاي مع بنزيما بادائه الجيد طبعا مع الفريق ومودريتش طبعا. فاللعيبه دي في لعيبه بتقدر تعمل لك فارق، بس هي بطوله صعبه جدا طبعا. بايرن والسيتي وكل الفرق، فلكن انا بشوف ان الريال عشان نفسه اطول في البطوله فممكن يوصل فاينل ويحقق الشامبيونز ليج. الافريقي بقى اخباره ايه معاك؟ وشايف مشوار الاهلي فيه ازاي؟ هو مشوار انا شايف إن احنا اللي صعبناه، يعني ان النتائج النادي الاهلي هي اللي صعبته، مع انا بشوف ان الفرق مش هي الفرق اللي ترهب النادي الاهلي. مش بنفس زمان يعني الفرق اللي ترهب النادي الاهلي، لكن لو هنبص على اداء فريق النادي الاهلي في المباريات حتى الخارجيه بيبقى في تحفظ شديد من مستر موسيماني، فده ممكن يكون مؤثر شويه على اداء بعض اللعيبه حتى في طريقه اللعب اللي بيلعب بيها. لكن كلنا يعني مطمن حتى المباراتين اللي جايين ان شاء الله يبقى في مكسب، لان انت عندك مباراتين هنا في مصر. واللي مطمن اكتر ان خلاص مستر موسيماني من نوعيه دلوقتي اللي بينزل بيفرض اسلوب لعبه بامكانيات اللعيبه اللي عنده، بمفاتيح اللعب اللي عنده. حته الجرأه الهجوميه لازم تبقى موجوده، ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك وتقدر تخلص المباراه اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه، فده هيفرق معاك بشكل كبير جدا. ليه عنينا قدام سان داونز من وجهه نظرك كابتن احمد؟ طريقه اللعب. طريقه اللعب لما بتلعب بتحافظ 4-3-3 انت ازاي بتحجم اللعيبه او بعد مفاتيح اللعب اللي عندك طبعا، واهمهم قفشه. فانا بشوف ان قفشه من 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 اهم المراكز، وحتى بيفرق مع ده الفريق لما بيلعب 10 او بياخد حريه حركه مع 3-4-3 لو انت هتدي حريه للطرفين الملعب. طرفين الملعب ودي يمكن اللي بينجحها لك بشكل اكبر حمدي فتحي في حته ان هو بيبقى قدام السرد باكين وبيعمل الزياده الهجوميه مع السوليه او ديانج. لكن هتلعب ب 3-4-3، لكن مهم ان انت عندك في الناحيه الشمال السرد باك اللي يبقى ناحيه الشمال يبقى ايمن اشرف. ايمن اشرف دي كانت المشاكل اللي بتواجه النادي الاهلي الفتره الاخيره، ان انت عندك الحته اللي ورا علي معلول دي بيبقى فيها مشاكل، ان انت بتدي له حريه هجوميه. كان مهم ان ايمن على طول ان هو يبقى موجود في الحته دي لكن كان مصاب. فانا اتوقع ان عوده ايمن حتى لو هتلعب 3-4-3 الطريقه الهجوميه هيبقى النادي الاهلي شكله احسن بكتير، او 4-2-3-1 الشكل هيبقى افضل، هتقدر تفرض اسلوب لعبك. لكن طريقه 4-3-3 بتحجم مفاتيح لعبك سواء طرفين الملعب او الخط الهجومي، او بتاخد 50% من اداء الهجومي لقفشه. قفشه طول ما هو بيلعب 10 او قدام الاثنين ديفندرات هو بيتحكم لك في ريتم المباراه طبعا. ان هو بيعلي ريتم اللعب او بينزل بريتم اللعب، وقفشه عنده من الخبرات ومن القدرات ان هو يقدر يعمل لك دي. فطول ما انت بتلعب بطريقه هجوميه وبتنزل تفرض اسلوب لعبك الاداء هيبقى احسن، الشكل هيبقى احسن. يمكن ده ظهر بشكل كبير جدا في مباراه فاركو في اسكندريه من النادي الاهلي. من اول 5 دقائق ومن اول 10 دقائق كنت تلاقي ان النتيجه 3، لان انت نزلت فرضت اسلوب لعبك مع فوقان شريف مع قفشه مع عبد القادر مع بيرسي تاو. انا بشوف ان هي قوه هجوميه ضاربه اكيد. المريخ بسبب نقطتين، النقطه الاولى
سيناريو المباراه اللي في الدور الاول، السيناريو اللي انت تقدمت فيه 2-0 وقدر يرجع في المباراه اللي على ارضك وانت كنت في افضل حالاتك 2-2 وقدر السولاي يخلص الجيم للاهلي في الاخر، والدوافع السيناريو المباراه الاولى والدوافع اللي بقت موجوده عنده لانه بقى عنده فرصه وشايف انه لو بالذات الماتش اللي جاي لو المريخ عمل نتيجه ايجابيه في مواجهه الاهلي هيبقى شايف انه عنده فرصه عنده كبيره جدا في انه يتاهل. دول يخوفوك من المريخ او يخلوك تتوقع نسخه مختلفه من المريخ اللي انت واجهته في الدور الاول من المجموعات؟ هو ما يخوفكش على قد ما تحترم المنافس، يعني مهم جدا ان انت تحترم المنافس لكن ما تخافش منه. في فرق، ده انا بشوف ان هي شعره بين ان انت تحترم وبين ان انت تخاف. هتخاف هتبقى حريص في طريقه اللعب، هتخاف ان يجي فيك هدف، لكن طول ما انت هتفرض اسلوب لعبك او هتنزل تهاجم او انت دارس، اكيد مستر موسيماني دارس نقط القوه والضعف في فريق المريخ كويس ولعبتهم قبل كده من قريب، لكن طول ما انت هتنزل تفرض اسلوب لعبك هو طول المنافس حتى لو كانت اماله كبيره هو بيستنى يشوف النادي الاهلي هيلعبه ازاي، هيهاجمه، لكن ما تجرأش الفريق المنافس عليك. لما هيشوفك بتلعب بطريقه 4-3-3 او بتأمن في نص الملعب هنا هتقدر تجرأه عليك، وطول ما انت 0-0 والماتش بيعدي انا بشوف ان الهدوء اللي هيبقى عنده هدوء اكتر، وده اللي يميز بيه النادي الاهلي الهدوء الكبير اللي هيبقى عند اللعيبه، لكن مش هيبقى في حته تسرع، حته التسرع طول ما الوقت بيعدي و0-0 هيبقى في حته تسرع من اللعيبه. ايوه، ولكن مع لعيبه النادي الاهلي هو خلاص بقى عندهم الخبرات والقدرات ان هو ممكن يجيب هدف حتى في الدقيقه 90، لكن اهم حاجه ان انت ما يخشش فيك، فدي اللي هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. قبل ما اسالك على التشكيل اللي تتمنى تشوفه في ماتش التشكيل والطريقه تتمنى تشوفه في ماتش المريخ، الباك اليمين ان شاء الله باذن الله نتمنى وان شاء الله هيكونوا جاهزين سواء كريم فؤاد او محمد هاني، بس لو مش متواجدين او مش جاهزين بشكل كامل لماتش المريخ، مين الانسب ل شغل المركز ده من وجهه نظرك كابتن احمد؟ احنا شفنا المباراه اللي فاتت لعب طاهر، لكن انا كنت بتمنى ان حسين الشحات. ايوه، حسين الشحات، لان زي ما قلت لحضرتك واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ان كان انسب حتى بعد اصابه اكرم توفيق لما كان محمد هاني لسه ما رجعش، كنت شايف ان حسين هو بيقدر يؤدي بالطريقه دي زي ما كان بيؤدي بيها في المقصه. حسين من نوعيه اللعيبه بتيجي من تحت كويس، بتيجي من تحت كويس، ما حدش شايفه المنطقه دي، حسين بيقدر يوصل ويعمل الكوره كويس او بيقدر بيحرز اهداف من الحته دي، لكن اتمنى ان حسين يبقى موجود. وطبعا اللي انا اتمنى اكتر ان عوده هاني طبعا. ايوه، تشكيل امثل بقى حسين او هاني او كريم، لان الحقيقه كريم ابتدى يدخل برده فورمه وانا براهن على كريم من انه الحقيقه يعني هيكون ورقه مهمه جدا مع الاهلي في الموسم ده والمواسم اللي جايه. طبعا انا بشوف ممكن يلعب الشناوي يلعب عبد المنعم ويلعب ايمن اشرف. ممكن لو مش ايمن هتلاقي ياسر ابراهيم. تمام، يعني بشوف عبد المنعم وايمن. دويتو بالنسبه لك عبد المنعم وياسر افضل ولا عبد المنعم وايمن افضل ولا ايمن وياسر افضل؟ انهي دويتو في الثلاثه دول؟ انا بفكر برضه عشان علي، يعني بفكر عشان علي معلول اتمنى ان ايمن. انت عشان تلعب تريح علي او تخلي علي يعني واخد حريه اكتر، لان مفتاح لعبه مهم، يبقى ايمن مش عايز اشيله هم الدفاع. تمام، يعني ده مفتاح لعبه مهم بس لازم الحته دي يبقى مقفوله كويس. تمام، هيلعب مثلا عبد المنعم وايمن وهاني، ولو مش هاني موجود يلعب حسين. تمام، وهيلعب علي معلول ويلعب حمدي قدام السرد باكين. تمام، وهيلعب السولية. تمام، وقفشه. تمام، وعبد القادر. عبد القادر شمال، هيلعب بيرسي تاو ومحمد شريف. عايز بيرسي تاو يبتدي؟ لازم يبتدي وشريف راس حرب. شريف فيرود صريح، فده او هتلعب 4-2-3. اتمنى انه يلعب 4-2-3، يبقى حمدي وسولي، لان السولي برده بيعمل لك المهام الهجوميه وبيعمل لك الاسيست وممكن يسجل هدف، وفي نفس الوقت عنده من القدرات البدنيه ان هو يرجع يضم في نص الملعب ويقفل لك نص الملعب بشكل عام. في بطوله نسخه دوري الابطال السنه دي شايف فرص الاهلي ازاي في تحقيق اللقب للمره الثالثه على التوالي وال11 في تاريخه، ومين المنافسين الاشرس، مين الفرق في البطوله اللي تعمل لها حساب؟ اكيد سان داونز من الفرق اللي لازم تعمل لها حساب، الوداد فريق جيد، لكن زي ما قلت لحضرتك مفيش فريق احسن من النادي الاهلي. يعني مفيش، طول ما النادي الاهلي في حالته مش شايف ان فريق يقدر يخوفني مثلا على البطوله ان النادي الاهلي ما يحققهاش،
ان انت زي ما قلت لحضرتك على اي فريق في افريقيا الاهلي لما بيلعب هجوم ضاغط بيلعب ضغط عالي بيقدر يكسب اي مباراه كده، وفرض اسلوب لعبه ده اكيد بيفرق معاه بشكل كبير. كل التوفيق لرجالتنا يوم الجمعه. كلامنا مستمر مع حضراتكم ومع نجمنا كابتن احمد عادل في السادسه، بس بعد فاصل ونرجع نقابل حضراتكم. مرة ثانية برحب بحضراتكم في السادسة، وخلوني أبدأ بطرح تذاكر مباراة الفراعنة وأسود التيرانجا. مصر والسنغال يوم 25 إن شاء الله في استاد القاهرة، مستنيين وحوش مش بس في الملعب، وحوش كمان في المدرجات عشان يقدموا الدعم المطلوب لرجالتنا إن شاء الله، والجمهور يكون زي ما عودنا اللاعب رقم واحد إن شاء الله في مواجهة صعبة جدا على أولادنا وهم لها بإذن الله لها إن شاء الله يوم 25. أسعار التذاكر اللي طرحت ابتداء من صباح اليوم، الدرجة الثالثة 100 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه، الدرجة الأولى علوي 400 جنيه، الدرجة الأولى 600، والمقصورة 2000 جنيه. أتمنى يعني إنه الدرجة الثالثة بالذات تبقى أقل من كده شوية عشان نسهل على الناس، لكن في النهاية اللي يهمني أكتر إنه اللي يروح جمهور كورة، يعني ده مش ماتش كرنفال، مش ماتش اعلانات، مش ماتش موديل، احنا عايزين جمهور كوره يروح يشجع طول ال 90 دقيقه، جمهور زي اللي بنشوفه من جماهير النادي الاهلي بتحضر في كل ماتشات، بيبقى فيه 1000 ولا 1000 وشويه تحسهم كانهم مالين استاد، كانهم 100,000، فعايزين نستغل ال 60,000 دول كافضل شكل ممكن. متفائل يا كابتن احمد؟ اكيد ان شاء الله متفائل، هي اكيد صعبه، مباراه صعبه، لكن مع الرجوله والعزيمه والاصرار اللي عند لعيبه المنتخب اتمنى ان هم يبقوا على نفس الحاله اللي ظهروا بيها في كاس امم افريقيا، بنفس الرجوله ونفس الاصرار ونفس العزيمه. خلينا نتكلم واقعيا، فريق السنغال اكيد فنيا اعلى، لكن عندك مستر كيروش برضو ان شاء الله ربنا يوفقه للتشكيل امثل، وان هو حته ان هو يدرس فريق هيلعب تفتكر؟ يعني احنا شفناه في الكاميرون، شفنا المنتخب في افضل احواله مع كارلوس كيروش، يعني وصل لنقطه احنا ما كناش نحلم انه يوصل بيها بصرف النظر عنه ما حققش البطوله يعني، لكن المنتخب ابتدى نوعا ما يستعيد روحه، سيبك من الفنيات، الروح والشخصيه ظهرت في المره دي. بيلعب كارلوس كيروش لاول مره على ارضه في مباراه حاسمه، الهدف اللي هو بعظمة لسانه قال أنا جاي عشانه، أو جاي متفق إن أنا أوصل بمصر لكأس العالم. تتوقع تشوف كارلوس كيروش مختلف أو طريقة مختلفة لكارلوس كيروش مع منتخب مصر؟ أتمنى نشوف إن حاجة فنية، وحاجة فنية دي مش هتيجي إلا عن طريقة اللعب، عن طريقة اللعب أو عن اللعيبة اللي هتوظفها في الأماكن اللي أنت محتاجها. لأن أنا زي ما كنت بتكلم قبل كده وطلعنا اتكلمنا في كأس الأمم، إن أنت عندك لو عملت الطبيعي أو لو عملت او حطيت كل واحد في مركزه انت هتاخد منه ال 100% بتاعته. وخصوصا انت بتلعب 4-3-3، سواء بتلعب 4 او بتلعب مثلا النني وبتلعب حمدي وحمدي. لكن انا هنا انا بشوف ان هو لو حمدي يلعب، لو انت عايز تلعب النني لعب النني، بس النني هيفيدك في 8 اكتر. يعني هيفيدك في 8 هو والسولية وثبت حمدي. يعني النني السولية تقصد ولا النني مع السولية؟ النني مع السولية وتحتيهم حمدي. تمام. زي ما بيلعب. زي ما بيلعب. أو لو هتلعب بمثلا النني والسولية وزيزو. النني والسولية وزيزو. وزيزو. فهنا الشكل هيبقى أحسن، هنا هيبقى عندك النواحي الهجومية أو الحلول الهجومية، لأن أنت مهم جدا يبقى عندك حلول هجومية، ودي اللي ما ظهرتش في كأس الأمم. أيوة. إن أنت كنت بتدافع بشكل كويس ومتعود على طول إن صلاح فبينزل صلاح. بس أنا بيتهيألي بدل حطيت زيزو في البداية لازم حمدي يبقى موجود وتلعب يا بالنني يا بالسولية، يعني يبقى خلاص حمدي يبقى ممكن تلعب بحمدي كده هيبقى مايل أكتر لأدوار هجومية، لازم بتهيألي حمدي هيأديها بشكل كويس وبيأديها مع النادي الأهلي جدا قدام يعني السرد باكين. أتمنى بس يبقى فيت في ماتش السنغال، ده اللي أنا بتمناه. أيوة. ده اللي أنا بتمناه، وخصوصا اللي أنا كنت بتمناه أكتر إن اللعيبة أتمنى إن هم يظهروا بشكل أفضل لعيبة المنتخب مع الأندية. الأندية أنا بشوف إن بعض اللعيبة، ده كان سؤالي اللي جاي ليك، الإجهاد اللي بيعاني منه لعيبة الأهلي والزمالك، الحقيقة يمكن أنا المستوى اللي شفته من نادي الزمالك في بطولة أفريقيا
يخليني اقول انه يعني ده في يعني خليني اقول انه اجهاد كبير جدا، مش هقول اسباب تانية ومليش ان انا اخش في التفاصيل، لكن في النهايه انا بتكلم على منتخب قوامه الاساسي من الاهلي والزمالك. هل شايف ان ده هيكون بيأثر بشكل او ليه تأثير سلبي على مستوى المنتخب في مواجهه السنغال الاولى؟ خلينا نتكلم بواقعيه، ان انت بتتكلم على طابع لعيب مصري هو ما بيظهرش الا في المعسكرات المغلقه. المعسكرات المغلقه لو انت قافل عليه او البطولات المجمعه انت هتاخد ال 100% بتاعته، لان تركيزه بيبقى عالي جدا، بيبقى متحمل مسؤوليه بشكل كبير جدا. او فتره المعسكر لو بتتكلم في شهر ان المعسكر واللعيبه كلها قاعده مع بعض، فانت هتاخد منهم من كل اللعيبه ال 100% بتاعتهم، مع قائد زي محمد صلاح ان هم بيجتمعوا على هدف واحد. لكن مع الانديه ممكن بعض اللعيبه او عوده المنتخب تاثر عليه بشكل الاجهاد بشكل كبير، لكن لازم يبقى مؤثر مع فرقته، لازم مؤثر مع فرقته سواء على مستوى النادي الاهلي او نادي الزمالك او فيوتشر او بعض الانديه الثانيه، لازم تبقى لعيب مؤثر مع فرقتك. ويمكن ده للاسف اللي ما ظهرش بيه بعض اللعيبه مع فرقها، ان هي ما قدمتش نفس المردود اللي ادت بيه في كاس الامم. اتمنى ان اللعيبه تبقى مقدره المسؤوليه كويس. اتمنى مستر كروش زي ما بنتكلم لازم يبقى في حلول هجوميه اكتر من كده، لان انت هتلاعب فريق، انا بتكلم على فريق السنغال، بتتكلم فريق من 2015 وهو قوام الفريق ده هو الموجود. انت بتتكلم مع فريق بيلعب 7 سنين هم نفس اللعيبه دي، فده اللي بيديهم الكفه الارجح. فاتمنى ان فنيا نعرف نقط القوه ونقط الضعف في فريق السنغال ونقدر نشتغل عليها كويس. طبعا من اهمهم طبعا صلاح مرموش مع مصطفى محمد او محمد شريف، ان شاء الله لازم يبقى له دور. كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله باذن الله. مواجهه صعبه لكن معانا حاجات كتيره جدا تحسمها، الروح والشخصيه اللي اخترنا بيهم بطوله افريقيا، والجمهور باذن الله اللي يقدر ان شاء الله يملا الاستاد. واعتقد انه في وجوه جديده هتتضاف على المنتخب في المعسكر بتاع 21 استعدادا للمواجهه الاولى ممكن تصنع الفارق. كل الشكر ليك كابتن احمد، نورت الدنيا وشرفت في السادسه، ونتمنى دايما نتقابل معاك على خير ونكون ان شاء الله تاهلنا لدور الثمانيه، وتكون ان شاء الله مصر وصلت لكاس العالم. حبيبي استاذ احمد ربنا يخليك، ودايما كده ببقى مستمتع انا وحضرتك. شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم على متابعتنا، وعلى كل خير نتقابل بكره ان شاء الله في نفس الميعاد السادسه دايما على شاشه الاهلي.